علينا ان شاء الله. اليوم نقترح لكم عصير ودي سيري اللي بقى الوقت للوقت. قبل ما نبدا بغيت نبارك من الاخ ديالي رشيد اللي هو لسي رشيد شريف بالحفل الزفاف ديالو. مبارك مسعود كل عرسان ان شاء الله. سميرة قلت لها تبداي لنا بالعصير تفضلي. ايه ان شاء الله عندي كيلو ديال البرتقال. كيلو ديال البرتقال. جوج حمضات. جوج ديال الحمضات. اربعة ديال الحبات ديال الجزر، ممكن اربعة ممكن جوج. على حسب الحجم ديالهم. ايه نعم. جوج كيسان ديال سنيدة. جوج كيسان ديال سنيدة. واحد جوج لتر ديال الماء. جوج لتر ديال الماء. نعم. شنو آخر؟ سميرة. طريقة. صافي هادشي غنحتاج. وقلتي لنا كيلو ديال الليمون البرتقال عندنا. نعم. جوج ديال الحامضات، واحد اربعه ديال خيزويات ولا جوج على حسب الحجم ديال الخيزو عندنا. نعم. جوج كيسان ديال سنيده. كتبقى الحلاوه السيدات كل وحده غدير القياس بالحلاوه اللي بغات. جوج. نعم. لتر ديال الماء. نعم. نعم. تفضلي الطريقه. الطريقه كناخذوا البرتقال كنقشروه، نحيدوا ليه القشره ديالو، نحيدوا ليه حتى ديك القشره البيضاء. نعم. وكذلك نقطعوه دوائر ونحيدوا ليه دوك العظام اللي تيكونوا فيه. والطريقه نفس الطريقه ديال الحمض حتى هو. غادي نقشروه وغادي نقطعوه دوائر ونحيدوا حتى ديك القشره البيضاء اللي كتكون باش ما يجيناش حار. ما يجيش حيت مره شويه هذيك. نعم. نعم. وغنقطعوه حتى هو دوائر. غناخذوا الطنجره ديالنا غنحطوا فيها الحامض والليمون وجوج لترو ديال الماء وجوج كيسان سنيدة وديك جوج حبات ديال الجزر ولا اربعه على حسب الحجم ديالها. حتى هما غنقوهم نقشروهم ونقطعوهم دوائر. غندير هادشي كامل في الطنجره الطغط لمده ساعه. من بعد غادي نخليوه يبرد ويتطحن ثم غادي نصفيوه. الا تبقى لينا شي حاجه شي عظم ولا شي حاجه المهم يتصفى باش نتفاداو داك نلقاو شي حاجه. وممكن تزيدي ليه الماء على حسب الخطوريه. نعم. حيت بعض الخطرات كاين اللي كيبغي خاطر كاين اللي نعم كيكون خاطر. نعم. وممكن الا بغيتي تنسميه بالخوخ تهزي واحد جوج حبات ديال الخوخ او ثلاثه تتفلحيهم من الفوق بحال شكل علامه زائد وكتطبخيهم حتى هما واحد ربع ساعه بحال هكاك وتقشريهم وتحيدي لهم العظم وتطحنيهم. تيجي بحال واحد العصير ما نقدرش نذكر الاسم ديالو. تيجي هائل. نعم. تجربوه ان شاء الله. يعني حتى الكميه اللي غيعطينا تبارك الله تيجي كثير بزاف. ممكن ممكن تزيدي 3 لترات الماء من غير دوك جوج لتر اللي درنا. نعم يعني على حسب التقوليه ديال العسل كيفاش بغينا. نعم. ممكن تاخذي التفاحه وبنانا وتعصري. نعم. وغادي تحصلي على عصير رائع. الى بقى الوقت نعطيكم دي سر. لا كان سريع الله يجازيك بخير. لا لا سريع سريع بزاف. تفضلي. الفواكه غنقول لكم على حسب اللي كاين وعلى حسب كل واحد اش يبغي. ممكن تفاح بنان خوخ اللي بغيتو اللي عندنا في الدار. اللي عندنا في الدار. والزبيب والقرقاع والتمر واللوز نقليوه ونهرمشوه. الزبيب والقرقاع والتمر هادشي كامل اللي يكون مهرمش. التمر والزبيب يتقطع مربعات صغار. واللوز حتى هو ياك. حتى اللوز وممكن الا ما كانش ممكن تفاداو. ماشي الا ما كانش اللوز ما نقدروش نصاوبو هاد. نعم يعني اللي حنا نعطيو المقادير والسيدات يحيدوا ولا يزيدوا المقادير على حسب المتوفر. صافي داكشي اللي كاين. نعم. كناخذوا لافوكا كنطحنوها مع تقريبا واحد الكاس كبير. الا كانت لافوكا كبيره كان الحجم ديالها كبير ديري كاس كبير، كان الحجم ديالها صغير ديري واحد كاس صغير. ديال الشاي. حنا لافوكا بغينا ديال الحليب. ديال الحليب. الحليب وغادي نطحنوا لافوكا نزيدوا شويه الحليب ونطحنوا باش يطحن لنا ديك لافوكا تجينا كريمة. نعم. ما بغيناش يبقاو فيها دوك طريفات. نعم. طريفات ديال لافوكا. من بعد ملي غنطحنوها غادي نكونوا وجدنا حنا داك الفواكه وديك الفواكه الجافه. غنكونوا قطعنا الزبيب والتمر وهرمشنا القرقاع واللوز وقطعنا التفاح والبنان. المهم داكشي كنديروه في الكؤوس ديال التقديم غنقدموا فيه الديسير ديالنا ونخويو عليه ديك لافوكا من الفوق ونزينوه من الفوق بشي قرقاعه ولا اللوز مهرمش ولا التمر كل واحد على حسب الزين ديالو. نعم. وإلا بغيتي تزيدو الدوني تزيدو لك خيم شونتي من الفوق.
نعم حيت تنعرفوا بان الدنيا كاينه نزيد شويه ديال الشحم فينا ياك اللي بغى يغلط. يعني الفكره جميله جدا وهي هائل. يعني كيكون هذاك الافوكا مع الحليب اللي معسلين بديك الطريقه هما اللي كيسقيو لنا ديك الفواكه. نعم عوض الليمون ولا الحليب تديرها الطريقه. وحتى الدراري الصغار ما تيبغوش الافوكا هالطريقه تياكلوا الصراحه تياكلوا وتيشربوا الافوكا تتعجبهم بهذه الطريقه هذه. تبارك الله عليك سميرة شكرا على المشاركه ديالك. لا شكرا على وجهك. شكرا لكم انتم الاخت. مع السلامه سميرة وتحيه اخرى وتهنئه اخرى للوسك تنتمنى له.